بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غيره. وتكلمنا عن هذه المسألة في المحاضرة الماضية، والآن نتكلم على دليلها. قال: وإلا لما جاز القياس خلافا لأبي بكر الدقاق. وإلا يعني وإن لم يكن تعليق الحكم بالاسم غير دال على نفيه عن غيره لما جاز القياس، أي لما صح القياس. ده معنى الإيه؟ ده معنى الدليل. بسيط جدا. قال له إيه؟ إحنا بنقول إن تعليق الحكم بالاسم، سواء كان اسم جنس، اسم علم، إلى آخره، وهذا تكلمنا عنه في المحاضرة الماضية، لا يدل على نفي الحكم عن غيره. وإلا يعني لو كان دالا على نفي الحكم عن غيره لما صح الاستدلال بالقياس. إزاي؟ بسيط. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر قال: البر بالبر، الشعير بالشعير، والذهب بالذهب. ذكر عدة أشياء تجري فيها، يعني يجري فيها الربا، ويمتنع بيع بعضها ببعض إلا بشروط، وأنه متى خولفت هذه الشروط وقع الشخص في محظور الربا. وذكر البر. طب البر ده ايه؟ ده اسم، اسم الايه؟ اسم ليه؟ القمح. طب يبقى علق الربا على البر، او علق الربا اللي هو الحكم على البر، يفهم منه ان غير البر لا تجري فيه الربويات. ده بالإيه؟ ده بمفهوم اللقب. طيب ده مقتضى مفهوم اللقب. طب مقتضى القياس بيقول إيه؟ بيقول إن الستة التي ذكرت في الخبر إنما منعت من أجل معنى، ومن أجل وصف، ومن أجل علة، فيلتحق بها كل ما كان على شاكلتها في المعنى. ما هو قال لي البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، سواء بسواء، والملح بالملح كما في الخبر. ذكر ستة أشياء، هذه الستة ألحق العلماء بها غيرها. جاء الشافعية وقالوا: العلة في تحريم جريان الربا في هذه الست الطعمية، أن هذه الست طعام، الطعام بالطعام، الطعام بالطعام ده مصدر أريد به اسم المفعول، يعني المطعوم بالمطعوم، لأن تعليق الاسم على المشتق مؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. ففهم العلماء أن العلة هي الطعمية، فيلتحق بها كل ما كان طعاما. طب ما هو في الحديث
لم ينص على الأرز، يبقى أيضا الأرز يجري فيه الربا إذا بيع بمثله، لأنه قد اشتمل على العلة وهي الطعمية، فيحرم بيع الأرز بالأرز. الفول طعمية يحرم بيعه بمثله. الدوريان اللي انتم بتاكلوه يحرم بيعه بمثله، إلا سواء بسواء، مثلا بمثل، سواء بسواء حالا. طب العلة هي ايه؟ طعمية، التفاح والسفارجة، كل هذه الأشياء يحرم بيعها بمثلها إلا بشروط. طيب، يبقى مقتضى القياس أننا ألحقنا بهذا الاسم الذي اشتمل على هذا الوصف غيره مما شاركه في المعنى. يبقى القياس بيقول لي إيه؟ يحرم الربا في الأرز بمثله. المفهوم بيقول لي إيه؟ مفهوم اللقب يقول لي لا يحرم الربا فيما عدا المذكورات. فلو احنا هنقول بمفهوم اللقب هينسد علينا باب القياس، ونحن متفقون على ان باب القياس جار وسار وغير منتهى لما قام من الادله الشرعيه المرعيه على ان القياس هو الدليل الرابع من الادله الشرعيه. فمفهوم اللقب بيقول لي لا يحرم، لأنه علق حرمة الربا على الاسم، يفهم منها أن ما عدا هذا الاسم ليس حراما، ما عدا ما علق عليه من هذه الأصناف الست ليس حرام بمفهوم اللقب، فيمتنع حينئذ القول بالقياس. ولكن القول بالقياس غير ممتنع، فيكون مفهوم اللقب ممتنع. طب كلام جميل خالص، وإن كان هتلاقي الإسنوي عامل مشكلات في هذا، بس نفهم الأول. ما احنا يعني قبل الاعتراض ينبغي الفهم، نفهم اتقال ايه، إمام البيضاوي قال ايه، ثم بعد ذلك نبحث عن المشكلات. دائما وانت بتذاكر وانت بتفهم اجعل المشكلات بعد فهم المنهج والعبارة. احنا فهمنا العبارة ايه؟ العبارة دي والدليل ده عليه اشكالات ذكرها الاسنوي، وجرى على ذلك السادة الشراح. ليه؟ قالوا انه هيبقى القول بالمفهوم. طب احنا فهمنا كده الدليل صح كده؟ ننتقل الى فهم الاعتراض ولا؟ جاز القياس خلافا لأبي بكر الدقاق. وطبعا ايضا هذه الجمله، ما هو بيقول ايه، خلافا لابي بكر الدقاق، وانتوا بتقولوا ان مفهوم اللقب ايه، حج، يبقى غير ابو بكر الدقاق غير قائل بهذا. ادي حته تانية يا بركه، لكن خلي بالك، ما هو احيانا في معرض تعداد المذاهب الاقتصار دال على أن غير هذا المذكور غير قائل، ولذلك اعترضوا، قالوا إن أبا بكر، إن أبا بكر الدقاق لم ينفرد
حجية مفهوم اللقب، بل ذهب إلى ذلك بعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض من هنا وبعض من هناك، وهناك تفاصيل، لكنهم نسبوه إلى أبي بكر الدقاق لأنه قد اشتهر به، لعله كان بينافع عنه، كان بيناقش فيه، ألف فيه، واخد بال حضر أكثر من ذكره في مجالسه، حتى عرف بمفهوم اللقب. من اللي قال بمفهوم اللقب؟ ينصرف ذهنك إلى أبي بكر الدقاق. طيب، كلام جميل. طيب نقرأ أمرين. أمر الأول قضية الاعتراض، ونعرف الفكر جه منين. قول بقى يا عم الشيخ كده، هو ثلاثة أشياء. قال الإمام الإسلامي رحمه الله تعالى في نهاية الأصول: وهذا الدليل ضعيف لأمرين، أهمهما أن المفهوم على تقدير كونه حجة يدل على الإباحة في كل ما عدا البر، والقياس إنما يدل على التحريم في الأفراد التي شاركت المنصوص عليه في العلة. الله، شفت بقى دعم خاص. بس عايز يقول لك كده، عايز يقول لك ان هما دليلين تعارضا، فنبحث عن العام وعن الخاص، ويكون الخاص مخصص للعام. بس كده، ايه الجمال ده؟ وايه النظرة الموسوعية دي؟ وايه التدقيق ده؟ وايه الفكر ده؟ كله من عند الله، دي ملكات، وهذه الملكات تحتاج الى تأمل، وكان يباع لها الغالي والنفيس، والمال وإن كثر ما بين السماء والأرض لا يساوي نتاج العلماء الفكري، لأن ده مجال يعني تقدير المولى، رزق ساقه الله إليه، انتفع به وانتفع بعده الأمة بأسرها، وكان دالا على حضارة الأمة الإسلامية أنها أمة فكر. فبيقول لك اهو، هي المشكلة فين؟ بسيطة، احنا بنقول البر بالبر، مفهوم اللقب بيقول كل ما عدا البر لا يجري فيه الربا، سواء شاركه في العلة او لم يشاركه في العلة، يبقى عام اهو. يجي القياس يقول لي ايه؟ يخرج لي المشارك في العلة ويخصص لي المشارك في العلة، فيبقى غير المشارك في العلة على إباحة الربا فيه. إذا يبقى مفيش تعارض لا ما بين هذا ولا ما بين ذاك. هو الأول التعارض وجد، ثم بعد ذلك فك بأدوات الفك. جميل، نقولها تاني، قولها لهم تاني يا ابني عشانها جميلة جدا والله. قال الإمام الإسلامي: أحدهما أن المفهوم على تقدير كونه حجة يدل على الإباحة في كل ما عدا البر. المفهوم على تقدير كونه تقدير، يعني احنا دلوقتي هنتنزل، شوف واحدة واحدة بقى، هنتنزل ونقول، شوف بقى الإنصاف ده، إنصاف يا أولاد والله، ده لوحده إنصاف، مع إن أنا قائل أهو بيقول له، مع إن أنا قائل بأن مفهوم اللقب ليس بحجة، ولكني أرى أن هذا الدليل الذي استدل به موافقي على مذهبه غير صالح، وده إنصاف عزيز في زمانهم معدوم في زماننا، لأن زمان كانوا يقولون الإنصاف عزيز يعني نادر جدا، وأما الآن فأقول لك كل زمان له إنصاف، وهذا الزمان إنصاف فيه والله أنا شايف كده ما فيهوش إنصاف. لكن شوف هنا الإمام الإسنوي راجل منصف، هو عنه قائل بأن مفهوم اللقب غير حجة، ولكن يرى الدليل اللي ساقه الإمام البيضاوي لم يقع في محله. ليه؟ لأن مفيش تعارض، مفهوم اللقب
يقول إن كل ما عدا البر سواء شارك في العلة أو لم يشارك في العلة لا يجري فيه الربا، يعني حلال أن يباع بعضه ببعض متماثل متفاضل مع أجل مع غير أجل مع في كل الأحوال. يأتي القياس مع مفهومي مع موسوعية وعمومية المفهوم يستثني ويخرج كل ما شارك المذكور في العلة. فيجي القياس يقول لي إيه؟ أخرج منه الأرز، أخرج منه السفرجة بمثله، أخرج بقي بعد ذلك ما لم يشترك معه في العلة يباع مثله بمثله. الحديد أبيعه بالحديد مع زيادة أو مع نقص. أخي بال حضرتك، طب التلج، التلج ده أصله المية، ما هو مطعوم، هو الماء طعام. والقرآن ذكر أنه طعام فشربوا منه إلا قليل منه. اقرأ كده الآيات كلها على بعضها هتلاقي إن القرآن بيقول لك إن الماء مطعوم. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة، في قراءة غرفة بيده، يبقى الماء ملوى مشايخ مطعوم. طيب حلو كده، يبقى وقفنا عند الجزئية ديت الأولى. فهمت يا أولاد؟ بارك الله فيكم. انزل بقى للجزئية الثانية اللي هو ايه؟ لأن مقتضاه ان هو بيقول ان بينهما تعارض يؤدي الى القول بإبطال القياس، والقول بإبطال القياس باطل، وما أدى إليه باطل. وعلى هذا فالقول بالمفهوم الذي أدى إلى إبطال القياس باطل. إزاي؟ صلى على النبي. أنت عندك دلوقتي يقول لك البر بالبر، علق الحكمة أي حكم حرمة الربا ب البر، يفهم منه ان ما عدا هذه الست الربا حلال فيه. هذا من خلال مفهوم اللقب فهمناه. القياس لا، ما هو البر ده مذكور، ما عدا البر يبقى منها الارز. القياس بيقول لا، الارز يجري فيه الربا لانه شارك المذكوره في العله، فأصبح مفهوم اللقب منافي للقياس في كل الصور. ليه؟ لأنه ما من شيء مقيس، ما من شيء ذكر فيه اللقب إلا ودل على أن ما عداه مخالف له في الحكم. القياس بيقول لي لا، ما عداه ليس مخالفا له في الحكم بل هو موافق، فأصبح في تعارض وتدافع بين القياس وبين المفهوم. فالقول بالمفهوم يؤدي إلى سد باب القياس، وسد باب القياس باطل لأنه قد قامت أدلة متكاثرة جدا على حجية القياس. ما نعمل إيه؟ قال يبقى حينئذ مفهوم اللقب غير حجة. فقال له لا، أنت بتقول إنهم تعارضا يؤدي إلى إسقاط مفهوم، إلى إسقاط القياس، لأن التعارض الذي أدى إلى إسقاط القياس التعارض من كل الوجوه، يتساوى التعارض بين القياس وبين القول بالمفهوم، يبقى أفراد هذا مساوية لأفراد هذا.
الاعتراض هنا بيقول الافراد غير متساويه، ده القول بالمفهوم اوسع، والقول بالقياس اخص واضيق، والخاص يقضي على العام بمعنى انه يخصصه. فيجي القياس يقول ان كل ما عدا الربا الا، يبقى القياس عمل ايه؟ خاص، يعني اصبح مثل ايه؟ الا. القياس مثل الا، يبقى كل ما لم يذكر في الحديث هو حلال الا الارز، او الا ما اشترك مع المذكور في العله. عام وخاص. الله، ده وضحت قوي، صدق. طب هات الاعتراض الثاني. قال الامام السنوي الثاني ما ذكره الآلهي، وهو انه انما يؤدي الى ابطال القياس، ان لو كان النص دالا عليه بمنطوقه وليس كذلك، بل انما دل عليه بمفهومه. بس كده، ده هو يبطل القياس لو كانت دلالته دلالة منطوقية، فيبقى منطوق ضد منطوق، لأن القياس كان منطوق، فيبقى منطوق ضد منطوق، لكن لا، ده منطوق ضد مفهوم، وإذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق، من قبيل تقديم أعلى الدليلين وأقوى الدليلين على الآخر. يبقى بيقول لك لا يلزم منه إبطال القياس، لأنه لو ثبت مفهوم ضعيف لا يقاوم القياس. دي عبارة يعني محتاجة إلى فك صغنن ومفكوكة هنا. فهما دليلان تعارضا فيقدم الراجح منهما. واضحة جدا. لو قلنا بأن مفهوم لقب حجة، هيكون حجة من خلال المفهوم، والمفهوم ضعيف لا يقاوم القياس، بس كده، فيصبح هذا من قبيل تعارض الدليلين اللذين يقدم أرجحهما على الآخر. بس كده، صفت العبارة وخلصت، ما في الشكارة. يلا، عارفين الشكارة؟ الشكارة هي عبارة عن الشوال الذي يوضع فيه الدقيق، أو هي عارفين الأسمنت اللي بيبقى في شكاير هكذا، دي اسمها شكارة. والعبارة في الشكارة، والشكارة بالنسبة للعبارة إيه؟ كان لفظ بالنسبة للمعنى. يلا قول. الثاني ما ذكره الأميني، وهو لا خلاص بقى، هو ده اللي قاله الأميني. ها، والقياس راجع على هذا النوع من المفهوم، وغاية ذلك أنهما دليلان تعارضا، لأن كل منهما دل على عكس ما دل عليه الآخر، كالحمص في مثالنا أباحه المفهوم وهرمه القياس. كالإيه؟ كالحمص، فيها لغات الحمص دي. هات كده، هات لغتها. مين اللي معاه القاموس؟ حمص، عارف الحمص الشامي اللي بتشرب ده، اللي المصريين بيسموه حلبسه، صح؟ والمصريون بارعون فيه، لانه بيسلقوه، وبعد ما بيسلقوه بيضعوا عليه الطماطم مصفاة، يضع عليه شطة ويشرب بقى يعني. والسوريون يجعلونه مادة وقماشة للطعمية، فالطعمية عندهم تصنع بالحمص، والمصريون يصنعونها من الفول، واخد بالك؟ فدي بقى اسمها طعمية شامي، برضه بيضعوا معها خضروات، وبيضعوا معها كركبجير وكرات، ويضربوها وتطلع الطعمية. عم كل بقى طعمية شامي من الحمص.
واخد بال حضرتك؟ وهو ايضا دقوت، خلي بالك الحمص دقوت، رقم 2 مدخر، رقم 3 مطعوم، ويجري فيه الربا، فيحرم بيع بعضه ببعض متفاضلا، وله شروط في البيع كما ذكر في كتب الفقه. ايه بس ايه اللي بتاع تعبك ومزعلك؟ القياس منطوق، القياس مش منطوق بالمعنى اللي انت فاهمه، القياس دليل اقوى من المفهوم، قياس دليل اقوى من المفهوم. احنا بنقول كالمنطوق، لكننا لم نقل هو منطوق، انما قلنا كالمنطوق. في ايه؟ في وجوب العمل به، في القوة، في إلى آخره. والقياس راجح على هذا النوع من المفهوم، والقياس راجح على هذا النوع من المفهوم. لا، هذا النوع من المفهوم بيحدد، لأن المفهوم هم تم. أنت عايز تقول طب هو في مفهوم أولوي، خد بالك، إذا قلنا بأنه ليس قياسا هيبقى هو أقوى، فدي مهمة يعني. اقرأ لهم تاني لأن دي حلوة. والقياس راجح على هذا النوع من المفهوم، وغاية ذلك أنهما دليلان تعارضا، لأن كل منهما دل على عكس ما دل عليه الآخر. صح، مفهوم اللقب يقول كل ما عدا هذه المذكورات حلال الربا فيه، ربا عن التفاضل. وقال وحكم المتعارضين تقديم الراجح منهما. أي قاعدة، حكم المتعارضين تقديم الراجح منهما. في جملة بقى بقيتها، والقياس أرجح من المفهوم، لأن المفهوم حجته ضعيفة. سببها إيه؟ أنه تخصيص الشيء بالذكر لابد أن يكون له فائدة، ولا نعلم له فائدة غير نفي الحكم عما عداه. أما حجية القياس ثبتت بأدلة متكاثرة، فعند التعارض يقدم الأقوى والقياس أقوى. ثم قال وذهب أبو بكر الدقاق من الشافعية إلى أنه حجة، وكذلك الحنابلة كما قال. أو خلاص أنت ما تقول اللي أنا قلته، هتسرق مني ليه؟ ما يقول لا يقول يعني سبحت بس شيخك يقولها يعني. لم ينفرد الدقاق بالقول بمفهوم اللقب كما توهمه جماعة منهم ابن الرفعة. عارفه بيخصص ابن الرفعة ليه؟ لأن ابن الرفعة ده قامة كبيرة جدا 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 في العلم، فلابد أن ينبهك على هذا حتى لا تغتر تقول ده ابن الرفعة ذكر، واخد بالك، يبقى هو ده معتمد الباب. اقرأ كده التنبيه، هتقرأ عقلية عجيبة غريبة. بل قال به أيضا الحنابلة كما حكاه الآمدي وابن الحاجب وأبو إسحاق المروزي كما حكاه السهيلي في نتائج الفكر، والكيا الهراسي. طيب مش في العبارة موجودة عندك كده؟ زود الولي العراق. أنا أنتقل بعد ذلك إلى الكلام عن إيه؟ عن مفهوم الصفة، بسيط. وبإحدى صفتي الذات، صفتي الذات، مثل في سائمة الغنم الزكاة، يدل ما لم يظهر للتخصيص فائدة أخرى، يدل ما لم يظهر للتخصيص فائدة أخرى، خلافا لأبي حنيفة وابن سراج، خلافا
لأبي حنيفة وابن سريج والقاضي وإمام الحرمين والغزالي رحمهم الله تعالى. بسيطة خالص، هي إيه؟ اسم مفهوم الصفة. إيه هو مفهوم الصفة؟ تحفظوا كده، تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات. حكم إيه بقى؟ هل يدل على انتفاء الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة أم لا يدل؟ ده اللي هو فيه الكلام. لكن ما هو مفهوم الصفة؟ هو تعليق الحكم، اللي هو الحكم الشرعي، بإحدى، أي على إحدى، يبقى علقه على إحدى صفتي، صفتي الذات اللي هي الوجود والعدم. يدل هذا التعليق على انتفائه، أي انتفاء الحكم عن الذات، يعني ينتفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة. مثل إيه؟ بس ده بشرط، واحدة واحدة. مثل إيه؟ هو ضرب لذلك مثالا بقوله في الغنم السائمة. الغنم السائمة حلوة، في سائمة الغنم، مش الغنم السائمة، في سائمة، أدي السائمة دي صفة، صفة للإيه؟ صفة للذات. والمعلوفة صفة أخرى له. ما هو ما فيهاش إلا كده، امال بتقول لي فين الوجود والعدم؟ ما هو كالوجود والعدم، لأن يا إما معلوفة يا إما سائم، في ثالث كالحركة والسكون، فهما ضدان شبيهان بالنقيضين، لأنه محصورين في هذا، في هذين الفردين، لا ثالث له. فلما جاء أقول لك في الغنم أو في سائمة الغنم، السائمة معناها إيه؟ سائمة على وزن فاعلة، يعني إيه؟ يعني ذات ثبتت لها السومية، والسوم هو أن ترعى الغنم في كلأ مباح أو في كلأ قيمته قيمة يسيرة جدا بالنسبة إلى نمائها، تأكل كده في المراعي الواسعة من غير أن يدفع صاحبها شيء، فأتركها حتى تترعرع وتنمو، فهذه مؤنتها قليلة، ومع قلة المؤنة شرع مواساة الفقراء منها. فالحاصل إن الغنم أو سائمة الغنم، طب السائمة ضدها المعلوفة، في سائمة الغنم الزكاة، هو ده الحكم، والزكاة ما هو معروف إن هي واجبة، فهو على تقدير حذف المضاف، وجوب الزكاة في في سائمة الغنم، وجوب الزكاة في سائمة الغنم. فده صفة ولا مش لها صفة؟ ومشتقة كمان، وقائمة بالذات. فتعليق الحكم على إحدى صفتي الذات يدل، هل يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة أم لا؟ يعني هل يدل تعليق الحكم على السائمة بأنه غير السائمة وهي المعلوفة لا زكاة فيها أم لا؟ هو ده السؤال، وهو ده المثال الذي أتى به. فإن تعليق الحكم وهو وجوب الزكاة بإحدى صفتي الذات وهو السوم يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء السوم، فيدل على أنه لا زكاة في المعلوف. ده معنى كلام الإمام هنا، بس بشرط ليس مطلقا، قال ما لم، يعني بشرط
ألا يظهر للتقييد بالصفة فائدة غير التخصيص، يعني ليس هناك فائدة في ذكر هذا الوصف إلا تخصيص الحكم بهذه الصفة أو تخصيص الصفة بهذا الحكم. يبقى بحثنا عن كل الفوائد وجدنا ألا فائدة إلا هذه الفائدة وهو نفي الحكم. طب لو وجدنا للذكر فائدة أخرى غير نفي الحكم علمنا لماذا قصص، وعلى هذا فلا يكون حج. لماذا؟ لأنه إنما خصص لا لنفي الحكم عن الغير، وإنما خصص لعلة ومعنى، وهو أنه جرى على الغالب، وهو إن الصفة دي هي الحاضرة الآن أمام المشاهدين فتكلم عليها لأنها المسؤول عنها على سبيل المثال، كأن سائلا سأله وقال هل في سائمتي الغنم زكاة؟ فأجابه وقال نعم في سائمة الغنم زكاة، فخصص أو ذكر هذا إجابة لسؤال، يعني خصص بالذكر لأن ذلك هو المسؤول عنه، فعلمنا الفائدة وليس هو النفي عن المعلوف، ده الإجابة جاءت من أجل أن هذا هو المسؤول عنه. جميل يا أولاد، بشرط ألا يظهر للتقييد بالصفة فائدة غير تخصيص الحكم، وهذا قال به الشافعي والأشعري خلافا. وهنا بيقول لك وهو المختار عند المصنف، مصنف اللي هو البيضاوي، خلافا لما ذهب إليه أبو حنيف والقاضي أبو بكر الباقلاني وابن سريج والغزالي، ونقله البيضاوي تبعا للإمام عن إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، ويقول لك وهذا غلط. جميل، لنا بس كده هنخش على الأدلة بطريقة سهلة وبسيطة، سهلة وإيه وبسيطة. سهلة وبسيطة وكله هيبقى بسيط. ثلاث أدلة، نمسك الأدلة والمسألة تبقى إيه؟ نافية للذلة. من سلك الأدلة انتفى عنه الذلة. لنا أنه المتبادر من قوله صلى الله عليه وآله وسلم مطل الغني ظلم، ومن نحو قولهم الميت اليهودي لا يبصر. ولما تسمع مطل الغني ظلم يتبادر إلى ذهنك ويتسارع إلى عقلك أن غير الغني مطله ليس ظلما، والمطل هو تأخير الحق عن المستحق مع القدرة على، مش مع القدرة مطلقا بقى، يبقى تأخير دفع الحق عن المستحق مطله يعني دفعه. يجيني النهاردة يقول لي أين حقي؟ تعال لي بكرة. تاني يوم أين حقي؟ تعال لي بكرة. تالت وهكذا، كل يوم يا أحمد أفندي، مش أحمد عبد الحق، أحمد فاضي كده، أقول له بكرة، يبقى ده مطل. مطل الغني يعني القادر على السداد، ظلم يعني مجاوزة لحد الشرع. وبيت الحديث ايه؟ ومن أحيل على ملئ فليحتل. مش احنا درسنا الكلام ده ولا لا؟ أو الحوالة، أو الحوالة فيها اتنين.
يبقى المطل مدافعة الحق. طيب يعني معناها ان انا افهم انه مطل الغني ده، المطل ده صفة وهو احد صفتي الذات، لان الغني اما ان يمطل ويدافع واما ان يوفي الحق. يبقى تعليق الحكم على احدى صفتي الذات يدل على نفي الحكم وهو المطل، المطل والظلم، مطل الغني ظلم، يدل على ان الظلم منفي عن هذا الشخص وهو الفقير. مطل الغني ظلم، يبقى الذات وهي الغني. لا ما تجيش كده، لانه لو قلنا يبقى مطل الغني يبقى غير المطل ليس بظلم، يبقى مش هينتفع عن الفقير. يبقى لعله هنا بقى أراد الغني ده صفة بقى مع الغنى، فيكون مع الفقر ليس ظلما. يعني الشخص قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا، فالمطل مع الغنى ها ممنوع. طيب المطل مع غير الغنى مع الفقر يبقى ليس بممنوع. يبقى فين احدى صفتي الذات في هذا المثال؟ الغنى والفقر. ذات مين؟ المكلف. مطل الشخص الغني، يبقى الشخص اما ان يكون غنيا واما ان يكون فقيرا. معنى لازم نفهم احنا ماشيين كده، شخص اما غني واما يا اولاد فقير. طيب تعليق الحكم وهو ظلم الذي يكون ماطلا يدل على انه ان لم يكن غنيا بان كان فقيرا لم يكن ذلك المطل ظلما. واضحه كده؟ فانت بتفهم من هذا الحديث ان مطل غير الغني ليس بظلم، وهذا الذي فهمه يعني أهل اللغة. فإن أبا عبيد، مش أبو عبيدة، أبا عبيد وغيره من الأئمة فهموا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطل الغني ظلم أن مطل الفقير، شفت بقى هو غني وفقير، يبقى هنا لمح إيه؟ لمح الغنى والفقر. الشخص الذي قام به الفقر، الشخص الذي قام به الغنى ليس بظلم. قال التقي، قال التجد السبك مش التقي، وقد فهم من الحديث أبو عبيدة، مع إن هنا أبو عبيد شوفوا لنا كده في ال، وهو من أئمة اللغة وكذلكم أبو عبيدة، لكن في الشرح تقريبا في التاج السبكي أبو عبيدة. جميل نسخ أبو عبيدة، لكن صواب ما أثبتناه هو أبو عبيدة. صح، يبقى أبو عبيد وهو من أئمة اللغة وكذلكم الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو إمام في اللغة وابن بجدتها. والتمسك بقول أبي عبيد والشافعي أولى من التمسك بقول أعرابي جلف. صحيح، هتتمسك بقول مين؟ أئمة اللغة الذين مارسوا الشريعة ودرسوها ونقحوها وإلى آخره، أم تتمسك بقول أعرابي يعني يحفظ لكن ليس متمرس في أعمال الشريعة؟ طيب كلام جميل. وأما العرف، وأما العرف ف
فإنه إذا قال الميت اليهودي لا يبصر تبادر إلى أذهان السامعين أن الميت غير اليهودي، يبقى الميت صفته إما أن ينتسب إلى اليهود وإما أن ينتسب إلى غير اليهود، فإن انتسب إلى اليهود حكم عليه هنا بأنه لا يبصر، طب وغيره محكوم عليه بالإبصار. انتهينا من هذا الدليل الأول والحمد لله، وادخل على الدليل الثاني. قال وأن ظاهر التخصيص يستدعي فائدة، وتخصيص الحكم فائدة غيره منتف بالأصل فتعين. عارفين السطر ده أسهل ما يكون، لكن لما تقرأ كده تصطدم بيه. إيه ده؟ تخصيص الوصف بالذكر يدل على فائدة. لأن أحد البلغاء لا يتكلم ولا يخصص الأشياء بالذكر إلا لغرض قام في نفسه من أجله ذكر هذا الفرض. فإذا كان أحد البلغاء يعتني بهذه التدقيقات وبهذه الفوائد المهمات، فمن باب أولى أن يعتني بها الشرع. قال وأن ظاهر التخصيص بالوصف، ظاهر التخصيص بالوصف يعني أنا خصصت هذا الوصف بالذكر، يعني قلت يا عم الشيخ في سائمة الغنم فخصصت السائمة. تخصيصك للسائمة بالذكر يدل على فائدة. هذه الفائدة ظاهرة، إيه هي بقى الفائدة ديت؟ تخصيص الحكم، تخصيص الوصف بالحكم. فيجي واحد يقول لي طب مش احتمال ان يكون الفائدة غير التخصيص؟ اقول له لكن الاصل العدم، لاننا بحثنا فلم نجد الا هذا، فاستدللنا بان الاصل عدم وجود فائدة اخرى غير نفي الحكم، لان الاصل العدم. وان ظاهر التخصيص يستدعي فائدة، يستدعي يعني إيه؟ يعني يطلب فائدة، لأن التخصيص لا يكون عبثاً يتنزه عنه البليغ، فما بالك بكلام الشرع. وتخصيص الحكم تخصيص الصفة بهذا الحكم فائدة، وغيره يعني وغير التخصيص منتف غير موجود بالأصل، لأن الأصل عدم وجود فائدة أخرى. فتعين يعني فتعين تخصيص الحكم بهذا. جميل وواضح جدا. إيه؟ لا غلط وغيره. لا بقولك وغير التخصيص. ايه؟ أني فائدة؟ ما كلها فوائد. وغيره يعني وغير التخصيص منتفل. تخصيص الحكم بيه فهمت يا أولاد؟ واضحة؟ وأن الترتيب يشعر بالعلية، والأصل ينفي علة أخرى فينتفي بانتفائها.
وأن الترتيب يعني ترتيب الحكم على الوصف، لأنه قال لك إيه؟ في سائمة الغنم زكاة، فرتب الحكم اللي هو الزكاة على الوصف. دي أول حاجة تحفظها جدا، وترتيب الحكم على الوصف يشعر يعني يدل، بس مش دي اللي أنا قوي، يدل على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم. فعندي على سبيل المثال رتب وجوب الزكاة على السائمة، وترتيب وجوب الزكاة على السائمة يدل على أن الصوم علة لوجوب الزكاة، وإلا لما كان للترتيب فائدة. وانظر بقى بعد كده بيقول لك ايه، طب ماشي يبقى هو علة، فين بقى بقيت الدليل؟ قال له ما هو العلة إذا وجدت وجد المعلول، وإذا انتفت العلة انتفى المعلول، وما هذا إلا التخصيص بالذكر. يعني على سبيل المثال في سائمة الغنم زكاته، صح كده؟ السائمة دي علة، فإذا وجد الصوم وجبت الزكاة، انتفى الصوم انتفى الوجود. الله، هي سهلة كده؟ عشان ربنا أراد. قال والأصل ينفي علة أخرى. طب ما هو ممكن يكون وجوب الزكاة في هذه الغنم ليس للسوء فقط، قد يكون لعلة أخرى مع السوء. قال ولكن كلامك حلو جميل، إلا أن الأصل أنه لا علة غير المذكور، لأن أصل الأصل عدم العلية. فينبني على هذا أنه إذا وجد الوصف وجد الحكم، إذا انتفى الوصف انتفى الحكم، فينتفي يعني الحكم بانتفائها يعني بانتفاء الصفة. طب يا أولاد انتهينا من هذا الدليل، قيل قيل اللي هو مين بقى؟ القائل بعدم حجية مفهوم الصفة، لو دل يعني لو دل تخصيص الحكم أو دل تعليق الحكم على إحدى صفة الذات على نفي الحكم عن ما عدا هذه الصفة، لكان يدل بإحدى طرق الدلالات الثلاث، يدل بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام، لأن هي دي أحد الطرق الدلالات الثلاث، تضمن مطابقة تضمن التزام. ليه؟ قالوا لأن هذه الدلالات ما فيش غيرها، فين غير الثلاثة دول؟ مفيش غير الثلاثة دول، ليس هناك غير هذه الثلاثة. ولذلك يقول لك لو دل تخصيص أو دل تعليق الحكم على إحدى صفتي الذات على نفي الحكم عما عدا هذه الصفة لدل، أنا معاك هيدل، لكن هيدل بالإيه؟ بالمطابقة. إيه هو بقى المطابقة؟ دلالة اللفظ على ما وافقه، يدعونها دلالة المطابقة، يبقى دلالة اللفظ على تمام مسمى ودلالة اللفظ على بعض مسمى في ضمن دلالته على كل مسمى دلالة تضمنية، دلالة اللفظ على خارج المعنى دلالة التزامية، لكن لابد أن يكون اللازم لازم ذهني،
لازم في الزين. أو التزاما، وهو لا يدل لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما، لأن الدليل بيقول إيه؟ مطل الغني ظلم، منطوقه بيقول إيه؟ مطابقته أنه إذا دافع ومنع الغني صاحب الحق عن حقه كان ظالما والظلم حرام، ده مطابقة. طب وتضمنا هيدل على بعض هذا المعنى من خلال دلالته على كل المعنى، فيدل على الغني من خلال دلالته على مطل الغني ظلم، ويدل على الظلم أيضا بالتضمن. والالتزام مفيش التزام، لأن ده لازم عقلي، واللازم العقلي منتفي هنا، لأن اللازم العقلي معناه إيه؟ أنه متى تصور معه الآخر، متى تصورنا هذا المكان تصورنا أن هناك صانع وباني له، يفهم ذلك من عرف اللغة ومن لم يعرفها، يفهمه كل صاحب عقل. واللي احنا فيه ده مش كده، واستدلوا على ذلك بأنه الشخص ذاكر الوصف، يعني أنا ذكرت الوصف اهو، ممكن أني أنا ما استحضرش المعلومة في ذهني، ذاكر وصف السوم قد لا يستحضر العلف في ذهنه عند هذا القول، فإن ذاكر الوصف قد لا يستحضر الحكم عند انتفاء الوصف، لا نفيا، يعني لا يستحضره بالنفي ولا يستحضره بالإيجاب، لا بستحضره بالنفي بمعنى أن أنا بقول المعلوفة فيها ذكاء، المعلوفة ما فيها الذكاء. طب جميل، فهيختار إيه بقى هنا؟ عشان دليل ده مهم، لأن إحنا إن شاء الله سنقف عند آخر دليل وهو الآية القرآنية، نقف عند آخر دليل وهي الآية القرآنية. ولا الآية القرآنية ينفع؟ الآية القرآنية طب ينفع وهي الآية الدليل وهي لا، وهي الآية القرآنية عشان مبتدأ وخبر تمشي. قال قلنا دل التزام، قال لا أنا أختار من هذه الدلالات إنه دل عليها بالالتزام لا بغيره. قال ولو دل لدل إما مطابقة أو التزاما، إذا ده ما ذكرش التضمن، قال له ما هو التضمن دخل في الالتزام. الشروح بيقولوا كده، ما مذاكرين الشروح ما تقلقش يا أحمد الخير. لما ثبت أن الترتيب إيه دل التزاما، الالتزام جه منين؟ جه من العلية، ارتباط العلة بالمعلول، لأنه يلزم من حضور الوصف وجود الحكم، ومن انتفاء الوصف انتفاء الحكم. وده جه منين؟ من ذهن، مش احنا قلنا انها علة؟ وده طبيعة العلة، انه يلزم من وجودها وجود المعلول، وينتفي يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، وهذا ما حصل إلا بالعقل. ولذلك قال لما ثبت أن الترتيب يعني يدل على كونها التزاما، أنه قد ثبت أن الترتيب أي ترتيب الحكم على إحدى صفتي الذات يدل على العلية، يعني على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، وانتفاء العلة مستلزم، يعني إذا انتفى الإسكار انتفى التحريم، وإذا وجد
يستلزم او بص ارتباط، وجد وجد، انتفى انتفى، وده مش التزام اهو. وانتفاء العلة يستلزم انتفاء معلولها المساوي. انتفاء العلة يستلزم انتفاء المعلول المساوي. مساوي يعني للعلة، يعني انتفاء معلولها المساوي لها. طب أنا عايز مثال، بس ما ذكرش هنا انتفاء المثال له. هات كده عندك، لأن أنا عارف هي بعصر. ايه؟ مثلا الحرارة مستقيمية يكون لها الشمس ممكن يكون لها النار. اه يبقى مش مساوي. لا لا، ما هو مثل بالايه؟ مثل بالحرارة، لكن ده يعني معلول عامي. لا ما هو مش مساوي ليها. ما هي ايه؟ ده معلولها غير المساوي. لكن الصفة اللي هو السو مساوي لوجوب الزكاة. طب الحرارة، الحرارة يلزم من وجود الحرارة وجود النار. ما ممكن يكون الحرارة سببها الشمس، سببها النار، فالحرارة معلولها يعني ليس هو مساوي لها، لأنه قد يكون معلولها أعم وليس مساويا. معلولها إما أن يكون شمس أو حرارة الجسم أو إلى آخره. آخر دليل، وقيل ولا تقتلوا أولادكم، ليس كذلك، يعني لا يدل على عدم انتفاء الحكم عند انتفاء، لا يدل. قيل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ليس كذلك، يعني يدل على عدم انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. طب أنا مش خشي الإملاق، هل يجوز إن أنا أقتله؟ قالوا طب الآية دي تشوش عليكم، مع أنها يعني لعمري لا تشويش فيها، لأنها لها يعني فائدة أخرى. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يبقى علق حرمة القتل على خوف الفقر، فيدل على إنه عند انتفاء خوف الفقر يجوز القتل، مع أنه ليس كذلك. قلنا غير المدعى، الآية ديت ظهر للتخصيص فائدة، وأما دعوانا هو أنه لا يظهر للتخصيص فائدة، بس خلص، والله أعلى وأعلى. اقرأها بقى من عندك في الإسناد. وانتهينا النهاردة من مفهوم الإيه؟ مفهوم الصفة بطريقة من أيسر وأبسط ما يكون. قال الإمام الإسلامي الثاني قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فإنه لو كان كما قلتم لكان في الآية دليل على جواز القتل عند انتفاء خشية الإملاق وهو الفقر، وليس كذلك بل هو حرام. وجوابه أن هذا غير المدعى، لأن مدعانا أنه يدل حيث لا يظهر للتخصيص فائدة أخرى كما تقدم. وهنا له فائدتان، إحداهما أنه الغالب من أحوالهم أو الدائم، والثاني أنه يعني كان الغالب من أحوالهم والدائم من أحوالهم أنهم يقتلون عند خشية الفقر، فتكلم على الحالة الغالبة، ودي الحالة بقى المستدعية أصلا للقتل والمستدعية للمنع، لأن هم اللي كانوا بيفعلوا هذا، يعني ده كان عبارة عن ظاهرة اجتماعية، عند خشية الفقر يقتلون الأولاد، فنهاهم الله عن ذلك. لماذا؟ يبقى الكلام ورد على هيئة اجتماعية كانت في عهد نزول النص. وهنا له فائدتان، إحداهما أنه الغالب من أحوالهم أو الدائم، والثاني أنه يدل على المسكوت عنه بطريق الأولى. إذا كان عند الفقر حرام، مع أن الفقر داعية للتخلص منه،
فما بالك عند السعة فيكون أشد حرمة. إذا كان أنت مع ليس معك ما تنفق به على ولدك فمنعت من قتله، فمن باب أولى أن يحرم عليك أن تقتله مع القدرة على الإنفاق عليه. ده مفهوم أولى. أي طب إذا كان وأنت جيبك فاضي حرام، خبرك مع أن هذا مستدعي مش عارف أصرف عليه أخلص منه لأن مش قادر، طب ما بالك بقى إذا كان معك؟ لا ده أشد. فيفهم بطريق الأولى. حلوة. يبقى ذكر حتتين أو جزئيتين. الجزئية الأولى إنه في غير المدعى، لأن المدعى عند عدم وجود فائدة أخرى، وده وجدت فيه الفائدة إنه حالة اجتماعية غالبة نزل عليها النص، فكانت كسؤال السائل. جميل. كان سائل قال له إيه؟ هو هل يحرم قتل الأولاد عند خشية الفقر؟ فقال نعم يحرم. بيبقى بيدل بيرد على سؤال أو على حالة اجتماعية. وقيل لا، ده من باب قياس الأول. والجواب الثاني ده عميق جدا، لأن فيه مزيد نظر في الآية. الجواب الأول فيه اعتماد على الظاهرة الاجتماعية، والثاني فيه مزيد فكر، مزيد تعقل، مزيد مباحثة. خد بالك يا مولانا. طيب انتهينا من درس اليوم.